هل سمعتم من قبل بمدينة ماريا؟ تقع مدينة ماريا أو مصنع ماريا أو مدينة سمعان الحميرية القديمة في مديرية عنس محافظة ضمار، فوق هضبة بازلتية محصنة تحيط بها السهول الزراعية من كل مكان، وتتناثر على سطحها الذي يبلغ مساحته حوالي 8 كيلومتر مربع خرائب مصنعة ماريا أو حجر سمعان. وبعد حضارة استيطانية متعاقبة والتي لا تزال محتفظة بأسرار الحضارة الحميرية والنقوش القديمة، الجدير بالذكر بأن قرية ماريا وحصنها بنيت من أحجار المدينة الأصلية، وأيضا هناك نقش مصنعة ماريا الشهير المكون من 14 صدرا بخط المسند الذي يوثق عدد من الأعمال الإنشائية التي تمت في عهد الملك ثاراني هنعم ملك سبأ وذي ريدان. وتشير النقوش إلى أن مصنعة ماريا عرفت قبل ذلك باسم حجر سمعان قبل أن يطلق عليها مصنعة ماريا نسبة إلى معبود المدينة، كما يشير الباحث اليمني الدكتور يوسف محمد عبد الله عالم الآثار أن عثر ذي سمعان معبود المدينة، وهو معبود منتشر في كل أنحاء اليمن. وترجح الآراء أن تسمية المدينة بمصنعة ماريا لم يطلق عليها إلا فترة دخول المسيحية إلى اليمن في عهد الملك ملكي كرب يأمن ابن الملك ثاراني هنعم، حيث أن اسم ماريا اسم مسيحي والمصنعة تعني الحصن والهجر تعني المدينة. معتنقي المسيحية بنوا في سمعان وكنسبة لهم سموها ماريا، ومن ثم أخذت المدينة هذه التسمية والتي لا تزال متداولة حتى الآن. وهنا يأتي أهم جزء في هذا الفيديو، أسمعوا وركزوا. تؤكد النقوش الحميرية التي وجدت في المنطقة والتي يصل عددها إلى 9 نقوش ازدهار الحضاري، ومن بينها نقشين مهمان وجدا بخط المسند، إحداهما لا يزال بين أنقاض المدينة عند الحائط الحاجز، والآخر نقل واستعمل في بناء أحد المساكن في قرية ماريا الحالية، وكلاهما مكتوبا بخط المحراث ويدلان على استمرار النشاط الاستيطاني البشري في المنطقة خلال العصر السبئي المبكر. والنقشين ربما يغيران كثيرا من المسلمات والمعروفة حتى الآن. وذكرت الدكتورة ليميا الخالدي عالمة الآثار الأمريكية عضو البعثة الأثرية في الندوة التي أقيمت في محافظة ضمار عام 2008 أن من النصب الموجودة في منطقة ماريا بدا وجودها في الوجه الكاثوليكي حوالي، ركزوا هنا، حوالي 1004 قبل الميلاد وحتى 1003 قبل الميلاد، كما وجدت في مناطق مختلفة من اليمن كتهامة ووادي زبيد وحزم العدين، وهناك مواقع مشابهة في الأردن وسوريا. أما النقش الأقدم الموجود على جدر المنازل يذكر الإله رحمن ذي بسمن، الرحمن الذي بالسماء، وهي إشارة واضحة إلى فترة التوحيد عند اليمنيين. ونأتي إلى آخر جزء من هذا الفيديو، وهو لغز الملك المدفون الذي ما يزال يتناقل أهل القرية، وهو ما دفع الكثيرين منذ مراحل الماضية لمحاولة فك شفرات الألغاز والوصول إلى كنوز سمعان. واللغز كالتالي: دفن الملك ملكه في جربة المصنعة ما بين ذي صحر ومرصبة تحت الشرزي تحت الطلحي في القسم الأعلى ذي فوق الأسفل. وبهذا نختتم هذا الفيديو، ونرجو أنكم قد استفدتم من هذه المعلومات. دمتم في أمان الله.